اسمحوا لنا نبدأ هذه الحلقة مع حضراتكم مع جهود الدولة اللي ما زالت مستمرة في متابعة الموقف لأبناء الجالية المصرية الموجودين في السودان في ظل الأحداث طبعا الساخنة الجارية، وبالتنسيق مع مختلف وزارات ومؤسسات الدولة والتأكيد على استمرار خطة إجلاء المواطنين وفقا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، والتي تشرف على تنفيذها لجنة وطنية مشكلة من جميع الأجهزة والمؤسسات المعنية بالدولة، حرصا بالطبع على سلامة أبنائنا، وده من خلال تنفيذ جسر جوي لإجلاء المصريين بالسودان. نجحت مصر بالأمس يوم الجمعة في إعادة 454 مواطنا مصريا بالسودان عبر الإجلاء البري، و 618 مواطنا عن طريق الإجلاء الجوي، وبذلك يصل الإجمالي إلى 1072 مواطنا، ده بالأمس فقط طبقا لبيان وزارة الخارجية. وبيصل عدد المواطنين الذين تم إجلائهم منذ بدء الاشتباكات العسكرية في السودان إلى 6399 مواطن حتى الآن عادوا بسلام إلى أرض الوطن. خلينا نعرف المزيد حول هذه الجهود من خلال الأستاذ حسن ترك رئيس حزب الاتحادي الديمقراطي، بيشرفنا أنه ينضم إلينا عبر الهاتف. صباح الخير على حضرتك يا أستاذ حسن. صباح النور. الحقيقة أستاذ حسن، إحنا الصورة يا أستاذ حسن اللي بنشوفها يمكن في سواء في المطارات أو بنشوفها حتى عند المعابر البرية، بنشوف فقط وصول أو المشهد الأخير لوصول المصريين بسلامة إلى أرض الوطن، ولكن ما بنشوفش كل الجهود التي تمت على أرض الواقع علشان يرجعوا بسلام وتأمين عودتهم، من فتح بقى مسارات أمنة وممرات أمنة لهم، من الترتيبات اللي بتحصل على أرض الواقع في السودان علشان يصلوا بالفعل إلى مصر بسلام أمينين. شايف حضرتك هذه الجهود عبارة عن إيه وتقييم حضرتك ليها؟ صراحة يعني تقييم يعني على أعلى مستوى، درجات عالية جدا على ده، مجهود جبار بطريقة مش معقولة اللي بيتم ده. يعني هو اللي بيحصل لكل الناس اللي رجع دي إعادة الطمأنينة، والشعب كله اللي هو له جاليات موجودة في السودان حاسين بالطمأنينة للأعداد الكبيرة اللي رجعت، فشعر بالطمأنينة إن هم راجعين كأنهم في رحلة وراجعين من كتر المجهود الجبار اللي مبذول. فالحمد لله دي حاجة مطمئنة جدا جدا برغم الصعوبات اللي موجودة هناك، لكن الصراحة الاستخبارات قايمة على مستوى عالي جدا. السفارة هناك يعني بيطبقوا توجيهات سيادة الرئيس بكل حرفية ومهنية، عشان كده احنا شايفين الناس دي برغم الظروف الصعبة اللي الناس هنا مش حاسة بيها ان الوضع في الخرطوم عامل ازاي، لان دي مش حرب عادية بين قوتين على الجبهة خارج حدود البلاد وكده على الحدود بتاعت الدولة السودان، لا دي حرب جوه المدينة يعني، ومنتشرة بين هنا وعربيات مدرعة جوه المدينة. المجهود اللي بيتم مجهود عالي جدا ان هم يختاروا ممرات آمنة بعيدة عن مناطق الاشتباكات، ومناطق الاشتباكات بتتغير فبيضطروا يغيروا الأماكن التجمع اللي بيتجمع فيها الناس، وبيشوفوا أماكن تانية، والأوتوبيسات تيجي تحضر وفي عليها تنسيق مع الجيش السوداني والاستخبارات السودانية، وكل يوم بيغير الأماكن، والاستفارة بتتواصل مع الجاليات بالتليفون مع كل شخص بنفسه يعني. دي طبعا مجهود يعني بصراحة مش جبار جدا. يمكن يا أستاذ حسن من الأمور برضو اللي بتزيد أو بتخلي التحدي ربما يكون أكبر هو حجم الجالية المصرية الموجودة في السودان، ربما تكون واحدة من الجاليات الكبيرة جدا، وبالتالي التحدي أكبر في كيفية إعادة كل من يرغب في العودة طبعا ومن أبنائنا إلى أرض الوطن بسلام، مقارنة بالجاليات الأخرى اللي ربما تكون أعدادها عبارة عن مئات أو ربما بضع ألاف قليلة. طبعا طبعا احنا اكبر جاليه موجوده هناك، لان احنا في بعثه تعليميه وفي بعثه زراعيه وفي رجال اعمال وفي مصانع هناك وفي شركات استثماريه شغاله هناك يعني، فطبعا بعثه كبيره جدا، واحنا شعبين مع بعض وبتربطنا يعني روابط مشتركه كتير جدا مع بعض. طبعا لكن الحمد لله بصراحه المجهود الجبار اللي حصل، بعث الطمانينه لكل المصريين اللي موجودين والاهاليهم اللي هنا، ان فعلا مفيش قلق خالص من كتر التنسيق الجبار اللي بيتم واجهزه الدوله كلها والاستخبارات مع مصر مع السودان. فطبعا حاسين بالامان، الطيارات رجعت امبارح يعني لغايه امبارح كان اكثر من 23 رحله طيران جسر جوي معمول في خلال 5 6 ايام. نعم. احنا دلوقتي وصل عدد اللي رجعوا 6300
يعني أكثر من نصف الجالية اللي موجودة هناك. بالضبط، يعني تقريبا أو للتقريب 6400 مواطن مصري عادوا بسلام إلى أرض الوطن. يعني إذا حبينا بس الصورة تبقى أوضح أو الأرقام تكون أسهل للتداول. جزيل الشكر لحضرتك الأستاذ حسن ترك، رئيس حزب الاتحادية الديمقراطية.